تم تثبيتكم، وافق مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين المجانين على الملاك الدائم. احنا جاي نتحدث عن 280 ألف، مو هالشكل لو أقل العدد؟ طبعا العدد الإجمالي لجميع محاضرين وإداريين العراق مو فقط محاضرين اللي تم تثبيتهم على الملاك الدائم بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/12/2022 يبلغ عددهم 289,348. زين، كل الأسماء دققت؟ يعني جميع القوائم وصلت من جميع المديريات في المحافظات وذهبت إلى أين؟ إلى التربية أم إلى المالية؟ طبعا على ضوء طلب الطيف سامي وزير المالية، نعم، اللي طلبت أعداد وبيانات المحاضرين من المديريات العامة، نعم، شارعت المديريات العامة والمحافظة بإعداد القوائم والجداول المالية ورفعها إلى وزارة المالية، ومن ثم تم عرضها في الجلسة سابقة على مجلس الوزراء والتصويت على تضمينهم في الموازنة كتثبيت على الملاك الدائم بموازنة 2023. نعم.